رجعنا لكم تاني، منورنا في الاستوديو الباشمهندس احمد الخطيب، مهندس وهو خريج هندسه ميكانيكا سيارات، وهو عنده الورشه اللي احنا شفناها دلوقتي في التقرير، بيعدل وبيصلح فيها وبيجدد كل انواع السيارات. الحلقه دي مبدئيا هي حركات ولاد، والولاد هم اللي ليهم في العربيات. انا عايز اعرف ده الاول، يعني يعني زي ما كنا بنتكلم عن تقريبا بس زي ما الدايت كان 90% بنات. لا انت عندك 90% اوفر كمان، بيجيلك 10، بيجيلك نسبه بنات في بس بتبقى قليله قوي. انا في التقرير تلات ارباعه ما فهمتش الحاجات التكنيكال اللي بتتعمل، لان انا من الشباب اللي هو بيجيب العربيه يحط شويه البنزين يعمل المشوار ويركن، يعني ملوش في التجديد. بص هي بتبقى يعني افكار، يعني في وجهتين نظر، في ناس عندها العربيه وسيله انتقال تمام، وفي ناس ثانيه تقول لك لا العربيه دي سبيس لازم الواحد يقتنيها ولازم تبقى يونيك مختلفه غيرها غير اي عربيه تانية. بيتعلق بيها بيبقى يعني العربيه بتوصل لدرجه ان هي لا بتتسمى وبتتحب وبتبقى اغلى من حاجات كتير عند ناس. طب احكي لي على الموضه، في موضه عربيات دلوقتي بالنسبه للشباب بيعملوا شيب معين؟ بص هي مش تبقى موضه، هي كل واحد بيفكر عنده عربيه عايزه تبقى يونيك. يعني مثلا سي ما فيش حد بيبقى عايز عربيه كوبي من عربيه تانية او ليها موضه تانية، كل واحد بيدور على حاجه معينه. على البرد لا ده. انت بص ما كانش هاجي بكره غير بس فكل واحد بيقولك لا انا عايز شكل مختلف غير مثلا عربيه فلان غير العربيه الفلانيه. لوك الدنيا دي كلها الالوان بقى الالوان بص بتختلف، مثلا سي يعني مات عندنا ده نوع لون ترش الدوكو دوكو اللي هي العربيه ما بتبقاش بتلمع يبقى شكلها اجريسيف اكتر. تمام تمام. في اللي هي البويات اللي هي بقى الالوان الناريه زي الاورنج زي الاحمر الدرجات الاصفرات، الالوان اللي هي بيتضاف عليها البلات اللي هي بتقلب بويا which is glows in the dark بتنور في الضلمه، بتفضل طول النهار بتبقى حراره الشمس وبتبدا تطلعها بالليل. وكله شكل يعني كل التغيير بيبقى في شكل، ما فيش حاجه في موتورها بقى في امكانياتها؟ لا بيبقى في تغيير طبعا في الموتور، طبعا في العفشه في انت عندك لو هنبدا مثلا نتكلم على التعديل لو هنتكلم نبدا نتكلم ناخد العربيه ستبس. اول حاجه بنبدا نغير الموتور تمام، بعد كده بنخش في الانترنلز بتاعت العربيه نفسها. اوكي هو في يعني معلش بس عشان يعني احنا طبعا دلوقتي شايفين، انا شايف صوره العربيه تمام بس دي في معرض بره. لا دي في معرض بره دي مش في مصر. انا قلت برضو اصل ده كان في مصر كنا هنشوفه يعني. لا هو ده موجود في مصر فعلا. ده اسمه اير براش، ده شغل اير براش اللي هو الرسومات بالبويه 3 دي ممكن نرسم. انت بتعمل الشغل ده للناس؟ ده موجود الشغل ده بدا ينتشر اكتر في مصر يعني انت شايف؟ بص هو بدا يبقى في مجموعه من الناس بدات تفهم تعديل عربيات وعايز عربيه مختلفه، عايز يحس اللي هو هي هو اللي عمل دي مش شاريها وركبها وخلاص. كان في برنامج بيجي على التلفزيون امريكاني كده اسمه بيمب ماي رايد. بيمب ماي رايد ده له علاقه بالفكره جات لك من هناك؟ لا بص مش مهندس. نعم دي عربيه بس دي ماكات يعني دي حاجه لا لا مش ما تنفذتش لسه. تمام. مين يبقى عايز يمشي في الشارع بعربيه شكلها كده؟ لا اكيد ما اظنش ان في حد دي لازم تمشي في الصحراء دي. يعني بالظبط دي لا دي حاجات كده بتبقى مطلوبه طبعا اشكال دي افتكر ده مش شرط يعني البناتي لا البنات بتميل اكتر هو عشان لون بس، لكن في ولاد بتطلب البينك والبيربل والحاجات دي. يعني في عربيات دلوقتي انا عربيتي عاديه يا باشمهندس، عربيه عاديه جدا الهاتش باك اللي هي الصغيره دي تمام، ممكن اعمل فيها بتاعت طبعا التجنيط وكده والبيبان بقى تتفتح بالطريقه دي والكلام ده؟ بص مفيش عربيه ما بتقبلش، بس الموضوع كله ان احنا نعرف هنجيب اي شكل نركبه على العربيه او هنبدا نفصل اي شكل العربيه. هو كونتراست بس ما بين لازم تعمل كونتراست ما بين اللون الجنت البادي كيت بتاع العربيه، لازم كلها في الاخر تبقى طالعه حاجه واحده. بس فده اللي بيختلف عن ده في المكان، اللي انت لازم تبدا تركب الدنيا كلها في الاخر شكلها كويس. انت الورشه بتاعتك يعني موجوده من امتى؟ بدات المشروع من 4 سنين تقريبا. بس انا في الموضوع ده بقالي 12 سنه. متخرج من امتى؟ انا متخرج بقالي سنه فعلا يعني. في الموضوع بقالك 12 سنه ازاي بقى من غير دراسه؟ الموضوع بدا ان عادي اشتريت عربيه ما حبيتش شكلها. عربيتك انت؟ عربيتي انا ما حبيتش شكلها فقلت طب ممكن نجرب التعديل. بس جت بقى من هنا الفكره. طب في حاجات انا مش فاهم، في يعني ايه ستريت وبومبي ده بتبقى لا ده تغيير في اشكال العربيات. يعني احنا كنا بنتكلم ايه الفروقات مثلا ما بين التسعينات في العربيات وبين الالفينات. احنا كنا بنتكلم في التسعينات كان شكل العربيات كلها بيميل اللي هي عربيه ستريت ما فيهاش دورانات ما فيهاش اي انت البومبهات والدورانات بتدي شكل سبور اصلا للعربيه. بس فهو ده الاختلاف ما بين التسعينات والالفينات. بس احنا بنتكلم في بيزكس مش في حاجه تعديل. اوكي انا شايفين عربيه دلوقتي ماشي اوكي انت مش هتشوفها بس انا شايف ده غالبا ده التقرير اوكي.
عايز اعرف حاجه تانية، العربيات اللي هي ما بتبقاش حاجه جامده جدا، اللي هو زي يعني انا بشوف ناس عامله الحركات اللي بتتكلم عليها دي في ال 127 والحاجات دي. بص ما هو ال 27 برضو هي ستيل برضو في الاخر عربيه، اوكي فممكن العب بيها، فممكن تقبل يعني. هو القصه كلها اللي هو صاج، الصاج بيقبل اللي هو يتعدل. بس مش بيضر يا باشمهندس يعني تسقيط، انا كل دي مصطلحات بس تسقيط الموتور والحاجات دي مش ممكن حاجه يعني. اللي كان هيعمل العربيه كان عملها كده، ما هو اللي كان هيعمل العربيه كان عملها كده، بس هو القصه في التسقيط وموضوع الكل عشان ما تضرش. اللي انت لازم نجيب البورت بتاع العربيه، يعني ما تجيبش موتور مثلا متفكك مليون حته اقول لا انا عايز احطه جوه العربيه دي. لا احنا نجيب موتور كامل نقوم فكينه وحاطينه زي ما هو، فساعتها بيحصل اللي هو ما بيبقاش فيه مشاكل. تمام. كنت عايز اسالك على حاجه كمان، في كام ورشه زي دي عملها شباب زيك ومهندسين زيك في مصر؟ يعني الموضوع ده كترند كموضوع. بص الموضوع ده بدا ينتشر تقريبا من 5 سنين. بس اللي يكمل بقى فيه لحد الاخر باذن الله. انت ناوي على ايه بعد كده؟ ناوي باذن الله ان انا اعمل تعديل، اللي هو ماشي شركه مثلا زي في شركات تعديل بره بتاعت عربيات زي اي سي، زي ده بالنسبه للبي ام دبليو، رالي ارت بالنسبه للعربيات الياباني. كل الناس دي بيعمل عربيه وبيقوم جاي في الاخر حاطط فيها التاتش بتاعه، ايفن حتى لو هي جايه نازله من بره متعدل التاتش بتاعك. بس هو القصه كلها ان احنا لازم لما نعمل عربيه تختلف، يبقى ليها تاتش معين مختلف عن اي عربيه ثانيه. باشمهندس احمد نورتنا بجد النهارده، انا هجيلك بعربيتي نشوف لو يقدر يتعمل فيها اي حاجه من المشاكل دي. وبجد ربنا يوفقك. دماغي يعني المهندسين بيقول لك في مش عارف كام الف مهندس تخرج والشغل ومش الشغل، فافتكر ان ده مش بس فقره احنا بنتكلم على العربيه، بنتكلم على شاب لقى طريقه يكمل بيها يعني ويعمل بيها حاجه حقيقيه وجامده ان شاء الله يعني. باذن الله. بشكرك جدا وبعتذر لك على الوقت والوصول. الله يسلمك. بعتذر كمان على كل اللي بيتفرجوا علينا، انا اسف على البرد. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. سلام.